السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أعرفكم بنفسي، أنا أحمد المؤذن، طالب كلية العلاج الطبيعي. أهلا بكم في هوم ميد جيم. عايز تعمل فورمة واشتراك الجيم غالي، عاوز تظبط جسمك وتمارس الرياضة في البيت وكمان بأقل تكاليف ممكنة، مش عارف تروح الجيم عشان مش فاضي أو ساكن بعيد عن الجيم؟ تابعونا في قناتي، هنعلمكم ازاي تعملوا جيم في البيت وتجهزوا الأدوات المطلوبة بدون تكاليف وبخامات بسيطة ممكن أصلا تكون موجودة في البيت ومش بنستفاد منها، وهنتابع معاكم بالتدريج على أسس علمية إزاي تبدأ من الصفر عشان تبني جسمك بالطريقة الصحيحة وتوصل للنتيجة المطلوبة، بحيث نتعلم إزاي نعمل التمرينات على كل عضلة. وهنبدأ في الأول إزاي نعمل دمبل سهل وبسيط، ممكن أفكه وأركبه عادي وأخده معايا في أي مكان، وتقدروا تتفرجوا على الشغل اللي عملناه في الفيديو اللي فات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده الشغل اللي لسه هنعمله. طبعا دي الحاجات المطلوبة لعمل الدمبل. أول حاجة هنجيب ماسورة المية الحديد القديمة، ومنشار صفيح نقطع بيه الماسورة، ده تقريبا ب2 جنيه، وصامولة نص بوصة، صامولتين نص بوصة يا دوبك تدخل في الماسورة كده، ما يكون بحيث ما يكونش فيه فاصل ما بينها وبين الماسورة. بالنسبة للماسورة ديت ممكن تكون مثلا موجودة في البيت، أو لو حد قريبك بيهد ليها المباني اللي بالني، أو لو تعرف سباك يجيبها لك أحسن. هنجيب صامولتين بلاستيك نص بوصة، والمتر طبعا هنقيس بيه وكده، ممكن مثلا لو مفيش متر تجيب مسطرة أي حاجة تقيس بيها. نبدأ بقى نقيس طول الماسورة، هنقيس تقريبا 65 سنتي، يعني ده طول مناسب. ونقيس 65 سنتي ونحدد بقى ونبدأ نقطع.
ممكن مثلا لو عندك شنو كده تقطعها مرة واحدة بس. أنا قلت يعني أجيب المنشار يعني مش مكلف أوي يعني. هذه المسرورة بعد ما قطعناها هنبدأ بقى نقيس هي 65 سنتي، نيجي عند 33 سنتي ونعلم. يعني نيجي من النص بالظبط ونعلم علامة. ايوه نبدأ نمسك الماسورة بالظبط من النص كده بحيث نسيب مسافة لمكان ما هنمسك الدمبل. عند التعلم لا 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 لا